مرحبا حبيبي، كيفكن؟ اليوم بتعمل انا وياكم طريقة رز بحليب بنكهة كتير كتير طيبة ولذيذة. نكهة بتدخلوها على الرز بحليب، نكهة الكوكونات جوز الهند، بتطلع كتير كتير مختلفة ورائعة وطيبة. هيدا شكل رز بحليب الحلو اللي عطول بنعرفها، بس نحنا بدنا نعملها بنكهة جوز الهند، كتير طيبة والطريقة سهلة وكتير بسيطة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا نص كوب رز، بحط فوق المي بنقعن 10 دقايق. بعد مرور 10 دقايق شو بعمل؟ بصف المي، صفينا المي من الرز وبحطهم بالطنجرة. بضيف فوق الرز 3 أكواب من الحليب، كوب، 2 3 4 معالق طعام سكر، ملعقة، 2 3 4 ملعقة طعام نشا، حليب جوز الهند. جربوها كتير كتير طيبة ورائعة. بحط 1/2 كوب حليب جوز الهند، بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس غلى عندي الحليب بهيدا الشكل، بخفف الغاز على درجة 2. عند الغاز أعلى شي على 6، حطيته على درجة 2. بترك الحليب يغلي وكل شوي بحرك تحريكي خفيفة بهيدا الشكل عشان ما يلزق عنا الحليب. كل شي دقيقة بحرك تحريكي خفيفة ليستوي عنا الرز. بتأكد من الرز إذا استوى بهيدي الطريقة أو من دوء الرز. هيدا الرز استوى عنا. هلأ بدنا نحطهم بكاسات. بسم الله. عادة الرز بحليب بيعملوه برز مصري، بس أنا حبيت أعملوه بالرز البسمتي. ملاحظة، إذا بدكن جوز الهند تكون النكهة كتير ظاهرة بالرز بحليب، شو بتعملوا؟ بتشيلوا كوب حليب وبتحطوا محله كوب حليب جوز الهند، بتركن على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. هذا الرز بحليب بعد ما طلع من البراد حطيناه بالبراد ساعة. بحط فستق حلبي على الوجه، أكيد حسب أنتو ما بترغبوا. هيدي الرز بحليب بنكهة جوز الهند. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.